لليوم السادس على التوالي يواصل عمال قاعدة الصيانة للجوية الجزائرية إضرابهم على خلفية عدم استجابة الإدارة العامة لمطالبهم الاجتماعية، الأمر الذي نجم عنه تذبذبات في أشغال ورشات صيانة الطائرات بالقاعدة والتي ستؤثر حتما على برنامج الرحلات إذا توصل الإضراب. وتفاديا لهذا السيناريو هددت الإدارة العامة النقابة وفصلت أكثر من 12 مهندس وتقني لتصعد الإدارة العامة بعد رفض النقابة الحوار وتقرر فتح باب التوظيف للمهندسين والتقنيين. النقابة من جهتها تستنكر قرار الإدارة العامة في فتح باب التوظيف لتقنيين جدد، وحسب النقابة فإن التقني الجديد يحتاج لخمس سنوات على الأقل كتكوين قبل صيانة الطائرات. نشرح للمشاهد الكريم أن بعد حصول على شهادة جامعية في اختصاص علم الطيران لازم يجي الإنسان هذا الانجينير يدخل بالشركة يريح خمس سنين هو في تربص في انفورماسيون باش يقدر يتكفل بالمهنة صيانة الطائرات. دونك لا راح نستناو خمس سنين باش نحلوا هذا المشكلة، يعني هذه قرار نتعجبوا له. نحن كنقابة لم نعلن عن إضراب، الإضراب كان عفوي، وفي أول يوم من الإضراب رفضت الإدارة أن تستقبل النقابيين بحجة أنهم لم يتبنوا الإضراب. ثاني يوم كتبوا أنهم ليسونسيو أو سيسبونديو 12 نقابي، بما أنهم يعترفوا أنه النقابة ما هيش هي اللي دارت الإضراب، لا سيسبونديو لسينديكاليس 12 واحد أسنسية ما واحد إيجيتية. خرجة الإدارة العامة للجوية الجزائرية لتوظيف التقنيين وصفه عدد من العمال كمحاولة لكسر الإضراب الذي قد يأتي على صورة الشركة داخليا وخارجيا.